السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحوته معمره، حوته عاديه على حساب كل واحد اشنو عنده، اش موجود عنده. انا عندي واحد الميرنو كبيره، ديك اللي تيقولوا لها كولا. تقدروا ديروا اي نوع ديال السمك، ماشي مشكل. غادي نرافقها بتنجال وشي ديال الفلفله الحمراء، والحشوه ديالها غادي يكون فيها عندي اولا شويه ديال الثومه، عندي شامبينيون مرقد انا قطعته عندي شويه ديال الفلفله حمراء، قول جوج فلفله وحده كبيره حمراء مقرده صغيره، عندي واحد المربع ديال الفيرميسيل مسلوق ومقرد، عندي شويه ديال الربيع، وعندي الحامض معصر. عاد غنمشيو للتوابل. والسمكه انا راه حيدت ليها خويتها من الداخل، حيدت ليها السنسول، خليت غير الهبره باش تجيني سهله في التعمار. بالنسبه للتوابل غادي نحيي السمكه باش تشوفوا التوابل. عندي الملح، عندي خرقوم، عندي طحميره، عندي سكنجبير الا كان طري حسن، عندي الكمون، وعندي البزار. التوابل العطريه ديال الحوت هي اللي غادي ندير نجمعها في واحد الزلافه. دابا العطريه غنجمعها في زلافه وحده باش تجيني سهله. عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم ديال السكنجبير، عندي معلقه ديال التحميره، عندي معلقه ديال الخرقوم، عندي البزار شويه، عندي الملح على حساب الحامض، شويه ديال الكمون، غير الرويز ديال المعلقه اللي ديرو. وغادي ندير شويه ديال زعفران ديال الضامه الا بغيتو ديروه. العطريه ديال الحوت انا ما غنديرهاش، غنخلي غير هاد العطريه اللي تنديرو. عندي الثومه تقريبا واحد ثلاثه ديال الريوز ديال الثومه، وعندي الربيع تما غنجمعو في السلافه، عندي العصير ديال الحامض، وعندي زيت بلدية. دابا التوابل النص ديالهم غادي نديرو الحوته، والباقي غادي ندير الفيرميسيل ديالي والشامبينيون والفلفله، نسبق هادو جوج ونديرهم شويه من هاد التوابل، نديرهم يتشحروا ونزيد عليهم الفيرميسيل، وهاد الباقي ديال هاد لاصوص غادي نتبل بها الحوته. بعد ما تشحرات الفلفله والشامبينيون زدت عليها الفيرميسيل، غادي نزيد واحد شويه ديال الهريسه حسب الذوق، والحامض مصير. صافي غنتسنى هاد المقادير يبردوا شويه. هاد الحشوه ما نقدش نعمر بها دابا، الحوته غادي تخسرها ليا. نتسناها تبرد شويه، وبين ما تبلت بهاد التتبيله اللي بقات ليا غنتبل الحوته. وفي نفس الوقت عندي خديت جوج نجالات قسمتهم على جوج، ودرت الماء يغلى، غير غلا واحد شويه وحيدت لهم هذاك الوسط ديالهم. كنت هذاك الوسط غادي نخدم به، ويني مني فيه الزريعه انا لحتو، غادي ندير لهم بحال هكا. الا تشات ليا الحشوه غادي نعمرهم بشويه ديال الحشوه باش نرافق بهم الحوته. وعندي واحد جوج طروفه ديال الفلفله حمراء، تقدو ديروا اكثر. هذه ما مشويه ما والو، خليتها هكاك خضره، فهي غادي نعمرها بشويه ديال الحشوه، وغادي تدخل مع الحوته يتحمروا باش يرافقوا الحوته. دابا غنتسنى الحشوه تبرد وندير الترميله للحوته، بين ما بردات نبداو التعمار ديال الحوته ديالنا. نحاولوا ندخلوا في هذوك
هكا نحاول ندخل هذوك وندهن مزيان. تكون عامرة ونشد ديك الحشوة ونعمر بها. هنا راه ما درتش الزيتون، اللي بغى يدير الزيتون يديرو، اللي بغى يخليها هكا محلولة يقدر يخليها هكا محلولة. تا محلولة تجي مزيانة في التقديم. نسدوها بحال هكا، نزيدو هاد الشرميلة الا باقي فين تعمر. هذاك الشيء اللي تحيدت لها السنسول باش تعمر مزيان. صافي بركه عليها. غادي نلف عليها، نغسل يديا باش ما غنلف عليها هذاك البابي. هكا باش ما يخرجش، غتبقى هكا مزيانه. وفي نفس الوقت غنجي الجنب هنايا، ما غنضيعش باش في خطره وحده هادشي ندخلو. غادي ندهن بهذيك لاصوص اللي بقات ليا، الفلفله ديالي، النجال ديالي، تيجي متبل مزيان. غادي ندير فيه هذا الشيء اللي بقى ليا ديال الحشوه. هاد الحشوه هذه تقدوا لها، بغيتوا تزيدوا ليها البيض زيدوه ليها، بغيتوا تزيدوا ليها الفرماج زيدوه ليها. انا الفرماج غنخليه حتى نبغي نخرجها، وغادي نديروا ليها من الفوق. هذه هي الحوته ديالنا. دابا غادي نسخن الفران على 180 درجه وغادي نديرها طيب. الحوته راه تيطيب في ساعه، ما تيشدش طياب. باش ندوزو هنا، درت واحد البصيله حكيتها ودرت لها شويه ديك لاصوص اللي شط ليا ديال الحوت درتها لها. غادي ندير هاد البصيله تشحر وغادي نزيد عليها هاد مطيشه محكوكه، ونقد نزيد عليها شويه ديال غنزيد شويه ديال الربيع. غتجي غير بحال صوص، بغيتها ترافق الحوت. هنا بغينا نزيدو فيها الفلفله حمراء نزيدوها، ما بغيتش غنخليها غير بحال هكا. انا بغيت غير لاصوص تكون صوص نرافق بها الحوته. البصله غادي تشحر ونزيد عليها المطيشه ديالي صافي. وعندي لي كروكات ديال البطاطا مع الحوت. البطاطا ديالي سلقتها، ها هي، هزيت تقريبا واحد نص كيلو ديال البطاطا، درتو تسلق ومعستو مزيان. هنا بالنسبه ليا انا هنا باقي ما حيدتوش باش تشوفوا معاش سلقتو. هذيك داك الحوت اللي تيكون تباع مجمد، ها هو سميتو البانكا، كاين كاع في المحلات التجاريه موجود. جبتو ودرته في الماء، درت مع قشره ديال الحامض، درت ورقه سيدنا موسى، درت واحد الراس ديال الثومه، درته في الماء غير غلا وحيدته. شفتوا غادي يبقى طروفه بحال هكا. غادي نمعسو وغادي نخلطو مع البطاطا ومع الفرماج. دابا انا غير وريتو لكم كي داير، باقي ما حيدتوش. ها انتم سلقتو غير واحد شويه في الماء مع ورقه سيدنا موسى، الثومه والحامض. ها شو كي جا صافي، ما حمرتو ما والو. دابا عاد غنزيد ليه التوابل ونطلقها. هزيت واحد لاصوص ديالي، ها هي طابت، واحد الكتله خضراء. الا كانت عندك انت حمراء زيدوها. شحرت شويه زيت العذب وخذها حتى تجي مزيان. الا تشحرات بوحدها تخرج واحد المذاق مزيان. انا غادي لها بحال هكا وغنزيد عليها واحد شويه، قول نص معلقه ديال السنيده صافي. ونزيد ندخلها تزيد واحد شويه طيب، نزيد لها معلقه ديال السنيده ونخليها طيب. المهم الفلفله اما تشحروها من الاول مع البصله، الا ما درتوهاش من الاول شحروها بوحدها وعاد ديروها. هنا بالنسبه ليا تتشوفوا الحوت اللي وريتكم قبيله، ها هو
درته في المقله، زدت عليه شويه ديال البزار والربيع وشويه الثومه وشحرته باش ما يبقاش غير مسلوق باش تدخل فيه الاقامه. هنا تيبقى الاختيار، بغيتو ديروا ليه كنور ديروا ليه، بغيتو ديروا ليه عطريه ديال الحوت ديروها. انا حاجه وحده اللي زدت عليه، زدت عليه شويه ديال البودره ديال الثوم، تقريبا شويه بحال هكا ديال البودره ديال الثوم هي اللي زدت عليه صافي. والربيع والبطاطا ديالي ها هي، زدت فيها الفرماج مربع ولا مثلث اللي عندكم. دابا غادي نخدموه كامل بحال هكا. غادي نزيد الحوت على هنا، راه ماشي مساله ديروا غير هذا الحوت بوحدو، اي حوت عندكم بيض ديروه. اللي شتيشت لكم غير شي حوت هكا شاط جمعوه وديروه مع البطاطا بحال هكا، ماشي ضروري انا هذا اللي عطيتكم اللي ديروه. غتخلطوا هاد المواد كاملين. المهم غادي يكون عندنا الدقيق، غادي يكون شابلوغ، هذا شابلوغ بيض. الخبز ديال البانيني الى يبس حكيته، خليته حتى يبس وحكيته، انا ما شريتوش. عندي الخبز ديال البانيني، هذا هي ديال لا شابلوغ بلون، راه غير الخبز ديال البانيني حكينه صافي. هنا عندي لا فارين، وعندي هنايا الفروماج احمر، شويه الفروماج، وعندي بطبيعه الحال عندي البيض مع شويه البزار والملح مضرب. دابا غادي نصيب هاد البطاطا ديالي، هاد لي كروكيت ديالي، غادي نقد نديرهم دايرين، نديرهم مربعات، نديرهم على حساب اشنو بغيت. غنخلطها مزيان بحال هكا باش يدخل الفرماج. هنا نقد نسرحها ونقطعها مربعات وندوزها في لاشا في الدقيق في البيض في لاشا بلوغ، ونديرهم يجمدوا في الثلاجة في كونجيلاتور، وقت ما بغيتهم نجبدهم ونديرهم يطيبوا يتقلاو ويتحمروا في الفران. المهم هاد لي كروكيت ديال البطاطا مع الحوت، وبطبيعة الحال انا غندوق الملح ونطلق. دابا غنمشيو للكويرات ديالنا غنوجدوهم ديال البطاطا. انا دابا هزيت واحد شويه ديال البطاطا، ها نتوما تتشوفوا، غندير فيها شويه ديال الفرماج لداخل كما قلت لكم. هنا نتوما تتحكموا في الفرماج، اي فرماج بغيتوا ديروه ديروه، عرفتي، حتى الا كان ديال المثلث ديروه. انا غنهز هذا الاطار، ها نتوما تتشوفوا، باش تعطيني دائره مقاده، هادي غير باش تعطيني الدائره مقاده. اش غندير؟ لا غنهزها بحال هكا، غندوزها في الدقيق، طبيعه الحال مع انا تنقاد فيها بحال هكا، ما نخليهاش تخسر، الا خسرت نعاود لها الاطار بحال هكا. ندوزها في البيض، ندوزها في لاشابلوغ. هاد لاشابلوغ كما قلت لكم، هنا نتوما تحكموا في لاشابلوغ، تقدي ديروها هادي، ديروا الاخرى، اي شابلوغ وصافي. ها هي الكروكيت ديالنا واجده، شفتوها؟ ديو بغيتو ديروا صغر من هكا، بغيتو ديروا ديبول، تقدو ديروا ديبول بحال هكا. واني اللي دار هاد لي بول هادو ضروري يتقلاو، مازال هادو اللي اللي هكا يقدو تقدي تدخلي من الفران. لي بول تيجيو شويه صعب، ف غنديروا لها بحال هكا هكا، حنا غنديروا شويه هكا وشويه هكا هكا، شتو هكا، ونقليوهم، نخليهم شويه يشدوا فراسهم ونقليهم. انا نعاود وحده اخرى، هنا تندير شويه ديال الفرماج، هذاك الفرماج هو اللي تيعطيهم واحد المذاق هائل،
والحوت كما قلت لكم ديروا اللي عجبكم. دائما خذوا القاعده واللي موفر عندكم في البيت ديروه. هكا وندوزها في لا شابلوغ هكا ويجيو هاد الكروكيت بحال هكا ونقليوهم. لي كروكيت ديالي هاني درتهم في اللاطا، شي وحدين غنقليهم شي وحدين غادي ندخلهم هكاك للفران على حساب، حيت كاين اللي تيبغي القليان كاين اللي ما تيبغيش. انا غندخل هادو لي كروكيت دابا للفران. بالنسبه للاخرين اللي دايرين انا غادي نديرهم يتقلاو، الاخرين انا دخلتهم للفران باش تشوفوا الفرق. صافي دابا غادي نديرهم يتقلاو كاملين. شتي راه خليتهم شويه انا حتى نشفو، عاد خدمتهم باش نتحكم فيهم ما يتشتوش ليا حتى في المقله. صافي منين يتلاقاو عفوا منين يتقلاو نتلاقاو. هانتوما تتشوفو راه تيتحمرو فيه ساعه، تكون النار شويه مهيله في الاول، يكون الزيت سخون والعافيه مجهده باش ما يشربوش الزيت. دائما في القليان ما تكونش النار مهيله، لان الحاجه انت تكون نار مهيله تتشرب الزيت. غادي نرافقوا مع هذا الحوت ديالنا العصير. عصير هنا درت الماء ودرت الفريز عندي مجمد. اللي عندكم يا خوخ يا فريز اي حاجه مجمده تكون مجمده مع لي كلاصون. لي كلاصون هما اللي تيعطيو العصير واحد اللذه مزيانه مزينه وشويه ديال القشور ديال الحامض خضرين. وغادي ندير قياس ديال السكر وغادي نطحنو، واني منين غادي نطحنو غادي نزيد عليه واحد شويه ديال لي كلاص. راه صيبتهم معكم هاد لي كلاص ديال لي فغوي. انا غادي ناخذ ديال الفواكه الحمراء بحال هكا، غناخذ واحد شويه وغادي نضيفو فيه حيت راه يلا جبدته. غادي ندير واحد جوج عواشق بحال هكا نضيفو فيه يعطي نكهه. نقد ندير الخوخ ولا الفريز غيجيو مزيان، اولا ناخذ ناكل فاكهه شويه ونزيدو فيه، اولا نخلي غير هكاك ندير غير الفريز مع الماء مع لي كلاصه ونطحنو باش نرافقو به الحوت ديالنا. دابا غنصفقو الحوته ديالنا، هانتوما تتشوفو كي جات. هي الحشوه ديالها بقات في الكاغيط، غير الكاغيط دهنوه بالزيت باش ملي تبغي تحيدوه تحيد لكم في ساعه. البنجال ديالنا ها هو، اللي بغى يزيد فوق منه الفرماج يزيد، اللي بغى يخليه هكا كيخليه. ها لي كروكات ديال الحوت مع البطاطا زينت بهم الصحن. هانتوما تتشوفوا البنجال معمر، يعني وصفه سهله ما فيها شي حاجه، وانتم تتحكموا في السمك النوعيه ديالو اللي بغيتوا ديروا، وسهله التحضير ما فيهاش قوه المكونات. وهنا الخضره تتبقى لكم نتوما ديروا الشكل اللي بغيتوا ديال المرافقات. انا فضلت ندير غير البنجال والفلفله. بالنسبه لديك صوص طوماط اللي طيبنا ها هي، لان الحوت ناشف نديرو شي حاجه شويه، حيت حنا المغاربه عزيز علينا التغماس ضروري خصنا شي حاجه تكون فازقه. ها هي الشرميله ديالنا عاديه ديال الفلفله، نزدها شويه ديال السكر. شحرت الفلفله بوحديتها باش تعطي واحد المذاق بوحدو، ومطيشار مع البصله راه طابت بوحدها. بالنسبه لي كروكيت ديالنا ديال البطاطا مع الحوت، ها نتوما انا غنقطع لكم واحد الكروكيت باش تشوفوها كي جات. صدقوني تجي هائله. هادو صيبوهم وديروهم في المجمد وخليهم لوليداتكم. ها نتوما شوفوا كي جاوا، كي جا داك القماش. لا لا هادو اللي دايرين لا المدورين. ها نتوما صدقوني راه تيجيو هائلين. عرفتي داك القماش يبقى فيهم الوسط ها تيجيو ومقرمشين. كي قليتوهم هادو راه طايبين في الفران، هادو راه تقلاو.
الحلقه ديالنا وشكات على النهايه. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه اللي درت لكم، يعني جمعت لكم فيها طبق رئيسي ومرافق، كون جوج مرافقات هذوك مع العصير ديالو. تنتمنى انكم تجربوه، سهل وما تيطلبش مواد كثيره، وجربوا كما تنقول داك العصير راه تيجي لذيذ وبنعيش اكثريه مع الحوت تيبرد. ولا عجبكم لا فيديو بارطاجيو، وبغينا لايكات بزاف، وتابوناو معنا وفعلوا الجرس. والناس اللي جداد مرحبا بهم، واللي معنا ديما مرحبا بهم حتى هما. وتنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتنبغي التعاليق ديالكم باش تخليونا نزيدوا دائما لقدام. الله يجازيكم بخير وشكرا، ونبغي دائما كما تنقول لكم رحمه الوالدين.